محل فيه في ادوار فوق دي خفيفه تاكلها كده بتدوب في البق شوكولاته وبالله شغل جامد عالي عالي منطقه بيزيد بتشتهر ببيع الاحذيه بتبقى مريحه في الرجل دي جدا وبتقدر تقلع وتلبس بسم الله والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم يا احبابي المشاهدين، النهارده رحلتنا الى منطقه لالي ليه. ان شاء الله رحله من بيزيد الى لالي ليه في اسطنبول الاوروبيه ونشوف الاجواء الجميله هنا. الجو جميل النهارده ونتفرج على النجفة الكبيرة دي في وسط المحل، نجفة كبيرة كبيرة ما شاء الله، أجمل حاجة في المحل النجفة دي. وإسطنبول الأوروبية الأحذية بقت فوق الألف خلاص، يعني اللي يجيب أي حذاء فوق الألف وربع كده، يعني ده 1350 1350 بص الأحذية 2500، دي الأحذية اللي أنا بحب أجيب منها ب 1400، دي كانت ب 600 و 700 ضعف يعني ما شاء الله، تبقى مريحة في الرجل دي جدا وبتقدر تقلع وتلبس الحذاء بسهولة عند الجامع يعني. الأحذية اللي جوه دي ب 1450. في أحذية هنا طبية مقاس من 45 ل 48 موجودة هنا. دي مدرسة سنان باشا، منطقة بيزيد بتشتهر ببيع الأحذية اللي هي بقى غير المحلات بقى، يعني تشتري من هنا اللي قاعدين في الشارع دولت بيجيبوا بالجملة ويبيعوا هنا جملة الأحذية، طبعا المنطقة بيزيد فيها الجملة كلها فبيجيبوا ويبيعوا. حافظ مصطفى، طبعا أنا بحب أفرجكم على الحلويات بتاعت حافظ مصطفى يا جماعة، خدوا فكرة يعني بلاش تشتروا بس خدوا فكرة. بصوا الحلويات، سلام عليكم. حلويات حافظ مصطفى، تخش تلاقي المحل كله ريحته بالسمنه البلدي. طبعا درجه اولى يعني. طبعا الاسعار ما اقولكش، بس هو يعني انت اتفرج بس عشان الاسعار هنا غاليه شويه. شوكولاته وبالله. شغل جامد عالي عالي يعني. كله لابس طرابيش هنا، في قاعده جوه تاكل جوه وفي هنا تدوق. بصوا دي العلبه دي عامله دي 2 كيلو يا جماعه، عامله 1300 اهي 2 كيلو ديت. العلبه دي زي ما انتم شايفين كده، العلبه دي صاج، دي علبه خشبيه. مامو ده ميكس كل حاجه عليها سعرها دي 1777. شوفوا بقى مين اللي مولود سنه 1777 ليره اهو، دي كيلو
كيلو 560 جرام. يعني انت ممكن تيجي هنا وتدوق. بص العلبه دي ميكس كده بامبا النوع. العلبه دي ب 570 اهي، دي ب 570. بس على فكره يعني وزنها تقيل، مش العلبه حلوه بصراحه. ده غير بقى الجاتوهات اللي هنا يا جماعه رهيبه بصراحه. عنده جاتوه، بصوا الجاتوه ده خفيف، يعني ده خفيف، ده تقيل، دي تاكلها دي يعني تلكم. انما اللي فيها فاكهه وفراغ من جوه زي دي زحفه خفيفه، دي تقيله. بصوا دي خفيفه، دي خفيفه، تاكلها كده بتدوب في البق. يعني شويه حلويات انا حبيت احلي بقكم واحنا ماشيين. محل ده في منطقه بيزيد. المطاعم هنا بصراحه انا صورتها قبل كده والناس قاعده تقول لي دي اسعار غير معقوله، فانا بطلت اصور المطاعم اللي هنا دي. مطاعم فعلا يعني فيها اسعار عاليه شويه. هي معمولة للأجانب، يعني الأجانب الغرب بيجوا هنا بيدفعوا بالعملة بالدولار باليورو، ما بتفرقش معاهم يعني. إنما العرب جايين اللي معاه مثلا 5000 دولار عايز يتفسح بيهم هنا، مش معقول هياكل في مطعم بيهم يعني. كرام مصطفى باشا، دي مدرسة كرام مصطفى باشا، هي اسمها كده. يحيى كمال موزيس، يعني متحف يحيى كمال، ده متحف اهو من المتاحف الموجودة هنا في بيزيد زي ما انتم شايفين كده، متحف يحيى كمال. بس نديلكوا فكرة يعني. Yoksa sen Salata Depomuz اسمه جديك باشا. الشارع ده على فكره مشهور بالمطاعم والكافتريات الكتيره هنا في الشارع ده. هذه الأجواء فيها هنا قمصان 150 ليرة. الأجواء يا جماعة أحذية بقى رخيصة هنا، بصوا ب 250 ليرة فقط. أهي كوتشيات ب 250 ليرة أهي، دي موجودة هنا في بيزيد. دي الحاجات الخفافي. دي برضو الحذاء ده جميل، هتلاقي سعره ده عالي يعني، ممكن ده تلاقيه ب 700 ليرة. دي ب 500 ليرة اهي. انت
في الشارع ده كده بطوله يا جماعه في منطقه بيزيد. مطاعم بانواعها هنا اهي ما شاء الله. تعالوا بقى نكمل رحلتنا على الشارع. هنا أماكن بيع الجملة. زي ديت برضو معروفة. السلام عليكم. نيكا داوي كاتش تركيش بين ليرة بين ليرة بألف ليرة يا جماعة. ايه ألف ليرة تشكر الله. كل دول اجانب اللي قاعدين دول سواح جايين من بره. اهو شوفوا سايح اهو كل دول سواح. دي محطة بيزيد. لو عايز حمامات حمامات هنا في الجامع هنا. المطعم الجميل ده ده محطة يزيد. أسعار الوجبات عنده على فكرة يعني ما غلاش قوي. اسكندر كباب هنا ب 360، الدونر كباب 330، الكفتة ب 340. الوجبة نفسها الطبق نفسه سعره زي ما هو ما عدا السمك بس اللي في الاخر ب 420 ليرة سمكية واحدة اللي هي السمكة الليبريك. تعالوا بص الاكل بتاعه اكل بلدي اللي هو التركي. محل فيه في ادوار فوق. ده الاكل ده سرايا كباب. الدولمة بص المحشي ده ورق عنب. ده الاكل البلدي. مكان فوق كبير. كده مناطق الجملة. اللي عايز احذية او ملابس اطفال او جلود هيلاقي الجملة هنا في يزيد. دي حلويات بيزيد. حلويات بيزيد هنا ما شاء الله يعني حاجة خطيرة بشكل. دي حلويات كوسكا. جامع بيزيد. كاتب اي حاجه ب 10 يورو.
دي محلات توبة، محلات توبة بسكوت دوت بيبيعوا بسكوت الشاي ب 19.90 بدل 32، يعني ده ب 19.90 20 ليرة بدل 32 ليرة، يعني عاملين عرض عليه اهو. الحق بسرعة بسكوت ده سوداني زي ما انتم شايفين كده، كيس ب 129 ليرة ونص. السلام عليكم فلاجاس. عنده تمور هنا وعنده التمور، عنده الحلويات دي ب 265، دي ب 265. انا بس عشان بشغل موسيقى مش هقدر اقف كتير. ناس تقول لي هو الناس فترانين ليه كتير كده في اسطنبول؟ الناس هنا كلهم اجانب سواح، فالناس السلام عليكم. بص المحل ده جميل ما شاء الله، تشوف ازاي. وده عمل مقابله مع ده مصري والله ما شاء الله، ومعنا واحد مصري هو يعني هذا سوري هذا مصري، مش مشكله الاثنين حبايبنا يعني. انتوا حبايبنا وربنا اهلنا وناسنا. الله يبارك لك يا عم. هادي هادي من وين انت؟ انا من حلب. من حلب يعني مش سوري يعني؟ طبعا هذا من مصر. كيفك حبيبي؟ تحيا مصر. ألف مرة. كيفك عامل ايه؟ تمام؟ مبسوط معانا هنا ولا لا؟ والله الحمد لله. مبسوط يا احمد، شكلك والله مبسوط. يلا تحياتي ليك يا احمد. يلا سلام عليكم. سلام طيبين. سلام عليكم. اللي عايز الفرو موجود هنا، بيبقوا هنا جميع انواع الفرو، جواكت وبلاطي وحاجات زي كده. اللي عايز عبايات هنا في اوزبيك تشارشي، في عبايات حريمي. دي منطقة لاليلي، ده متحف سك العملة القديم.
هنا بيبيعوا الشنط، لو عايز شنطة سفر عنده جميع الأنواع. ده حمام بيزيد. Hani güzel duruyordur. Bunun da kolları kalıyor. Bunun da bayağı دي بالشوز هنا ب 450 يعني او 14 دولار. سعره ممتاز 450 ليرة، ده ممتاز. المكان اهو مليان يعني. المطعم ده في الميوزك ديت وفي الحاجات دي. المطعم عامل عروض لايف ميوزك، وهنا حط المنيو بتاع المطعم، حط المنيو في الشارع عشان تشوف الاسعار قبل ما تخش. وين العبايات وصول الخانات دي. ده اوتيل اسمه كنت بس مش كنت ميدان، كنت بس. هنا في عبايات برضو، ملابس عربية كتيرة، فساتين سارة. هنا بيبيعوا جملة وتجزئة. ودي منطقة لالي ليه، لو حابب تغير عملة بتغير في مكاتب الصرافة ديت، دي تعتبر أفضل حاجة أقل سعرا. الفروق بتاعتها بتبقى يعني إلى حد ما بسيطة. Thank you.
بنقول لكم تحياتنا ليكم جميعا يا جماعة. لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان معاكم محمود علي من منطقة لاليليه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.